السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 13/2 لازلنا في سلسلة مشاكل الفراولة واللي ما بتخلصش معانا، واللي كل ما بننزل الارض بنلاقي وضع صعب والناس مأمنة والناس مش مصحصحة والناس للأسف يعني عشمانة جامد ونصحى على كارثة ولا مشكلة. الارض اللي احنا واقفين فيها ديت من اقوى الاراضي اللي ممكن نقول بتزرع فراولة، يعني تبارك الله الله اكبر، دي من المنطقه اللي هي فيها من اشد الاراضي اللي بتزرع فراوله. زرع هو صنفين او ثلاثه، شكلته جاي من كذا مكان. لا خليك عندك، انا جاي لك. انا عايز ابين اهو كده، بص كده التحضير، بص النبات بتاعي، بص التحضير. دي من اقوى الاراضي اللي ممكن تزرع فراوله، ناس شاطره، ناس ليها سمعه، ناس ليها خبره، هي المنطقه كلها بالوضع ده شغل، يعني ما شاء الله تبارك الله، ربنا يسد يا رب عنهم ويبارك يا رب. طيب عايزين نقول احنا بقى في الفيديو ليه عملنا لما الناس حلوه كده والارض حلوه كده ومن اقوى الارض اللي بتزرع. بص كده حضرتك الارض كلها بالوضع ده، طبعا دي جزء من الارض، احنا في جزء من الارض يعني ايه. طيب ايه اللي احنا عايزين نقوله بقى في الفيديو؟ ايه يا جماعه انتوا جايبين لنا ليه؟ تعالى يا باشمهندس شوف كده الانتاج قل معانا والارض كده مسخسخه معانا وشكلها مش حلو معانا كده والتحضير ضعيف والجمع ابتدى يقل، ما شوف لنا الارض فيها ايه، عايزين نشوف رايك. فنزلنا طبعا كعادتنا سمعنا منه، شفناه بيحط ايه، بيسمد ايه، بيعمل ايه، ولقيناه هو الراجل يعني من الناس الخبره طبعا محترم، بقى له 25 يوم، بقى له 30 يوم يعني تقريبا ما بيسمدش. طيب وفي النيماتودا والله ده انا كنت ايه حاطط مش عارف من امتى ايه، وكنت بفكر هحط كذا في اليومين اللي جايين دول. طب وفي الاعفان والله ده انا كنت ايه ساحب مش عارف ايه بقى لها قد ايه، يعني احنا خدنا منه شويه معلومات، هو ما بيسمدش ويعني ايه مامل الارض، ارض عافيه وارض قويه، فلما ابتدت تحط منه فابتدى يتصل بينا وابتدى ايه يفكر تفكيرات معينه. طب دي المعلومات اللي خدناها منه، نزلنا في الارض وقلعنا جذور ونباتات وشفنا نباتات. بص حضرتك بقى كده، ممكن نفسي اجيب الحته الثانيه، بص حضرتك كده، بص النبات اللي معايا ده كده، بص النباتودا، تعالى بقى قرب مني بالكاميرا خالص وخلي دي في نص الكاميرا ما تبقاش في الطرف تحت. بص حضرتك النباتودا عامله ازاي التعقد، بص حضرتك النباتودا عامله ازاي وجايه فين، جايه في النموات الجديده كلها وفي عز التلج اللي احنا فيه ده، بص قوتها، بص الانتفاخ الابيض عامل ازاي، بص الشراسه بتاعتها، بص حضرتك كده، بص النموات اللي جايه من فوق من الام الاساسيه من فوق من الكراون من فوق، بص الانتفاخات جايه عامله ازاي بشراسه في التلج اللي احنا فيه ده، احنا النهارده لسه في امشير في اول امشير، بص النيماتودا بتاعته عامله ازاي، تخيل الارض زي دي كده، تخيل كده هو طبعا ببص، بص حضرتك انا عايز دي، انا عايز دي بس بالظبط، تخيل دي حضرتك، تخيل ده منظر ده وشوف النبات بتاعه عامل ازاي. من حقه يا جدعان احنا نحترم خبرتكم يا جماعه، يا جماعه من حقه النبات ده، بص تحضير الورق بتاعه، بص تحضير الزهر بتاعه، بص كميه الزهر، بص النبات عامل ازاي، بص قوه المجموع الخضري. لو مليون واحد شخص وقف وبص على النبات ده يشك لحظه ان في حاجه تحت، يستحيل يكون ده من قوه الارض. لما شفنا بقى الجذور تحت عامله ازاي، طب هل النيماتودا دي هتديني الزرع اللي هنا ده؟ طب انا النهارده في عز التلج وفي عز الساعه، امال لما الجو دف هتعمل ايه معايا؟ اما كده النموات الجديده كلها جايه منفخه، اقوى حاجه عندي في النموات الجديده كلها جايه منفخه، وحتى اللي جاي مجدد من الكراون من تحت جاي منفخ بالشراسه دي في التلج ده، امال بعد كده هيحصل ايه؟ يبقى انا مش هاخد ده، يبقى انا في يوم وليله هتلاقي الارض دي حطت تاني. طبعا ده يعني انا تخيل النبات ده لوحده، انا يعني عايزك تركز عليه جامد، النبات ده لوحده بقى بيتكلم، يعني يستحيل يستحيل حد يشك النبات ده فيه مشكله تحت في الجدر، والا فين، منين يا جماعه؟ منين المجموع الخضري ده؟ منين الزهر ده؟ الناس دي خبره، الناس دي تحترم خبرتها، طب منين يا جماعه ده؟ انا نتيجه فضلك تاني ارجع، ما ينفعش، ما تأملش لأرضك هتصحى على كارثه، ارجع تاني لأرضك، ارجع اقلع جد، اقلع اعفى نبات، ده من اقوى النباتات اللي موجوده في الارض. طب امال الضعيف بقى اللي مفرهد دوت والتعبان ده يبقى فيه ايه؟ يبقى ارجع تاني من فضلك ما تأملش، ارجع اقلع جد تاني، اغسل جد تاني، اغسله كويس والف في الجدر وشوف الجدر فيه ايه. طبعا احنا قلقنا كتير في الارض، احنا جبنا بس اسوء نبات اللي هو اعلى نبات عندي. فيعني يعني ما عادش الدنيا مستحمله ولسه الجو هيخش دفى بعد كده، واعتبر ان المتودي ارسل شراسه وهنا مش هتنفع بقى قوه الارض، يعني قوه الارض مدريانه دلوقتي عشان احنا في شتاء، فالنيماتودا مهما كانت قوتها كده لسه في اقوى من كده، فالارض غلباها فمش باين عليه، انما لما الجو يدفي خلاص الارض تتركن على جنب والنيماتودا تبقى هي الاغلب والاشمل وهي الاشد قوه واشد شراسه، تضيع قوه الارض وتلاقي الزرع بتاعك صعب تاني. يعني بنقول يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو، لو بتابعنا على الفيسبوك من فضلك اعمل لايك، لو بتابعنا على اليوتيوب من فضلك اعمل شكرا لك، انا معكم الاشرف ده، وتواصل بتاع 0147 816 196. شكرا.